فايقين ومفرشكين ومازلنا موصلين معكم حتى للتسعة كيف ما العادة الوقت هذا نحب نحكيو على جات أسيورانس. جات أسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير. لمدة 100 يوم ينعم 100 يوم جات أسيورانس حاب تدلل حرفائها اللي ما عملوش ديزاكسيدون فوتيف لمدة 5 سنين وأكثر وتهديلهم كارت كاربورون أجيليس بقيمة 500 دينار. التيراج صار عملته جات أسيورانس بحضور عاد المنفذ والرابح معنا اليوم عمر قويد اللي حاضر معنا بالتليفون. صباح النور سي عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. كل عام وانت حي بخير. برشا نشاط في التسبيحة نتاعك سي عمر. عمر قياد مش عمر قياد. ايوه مرحبا يا خويا. مرحبا. من وين خويا؟ من وين انت سي عمر؟ من مدنين. من مدنين نتشرفوا. مرحبا بيك. مرحبا بيك وبالعباد اللي تسمع فينا. شنو الاجواء في راس جدير يا سي عمر؟ والله ما عندي اللي بشرة ما خدتش غادي عادية معناها حسب مرة معناها ما عنديش معلومة فيها. اش تعمل في الدنيا سي عمر؟ متقاعد. باهي شنو كنت تعمل قبل؟ كنت معناها مدير رئيس مدير عام. باهي في مدنين في الوظيفة العمومية معناها؟ لا لا كنت في معناها القطاع العام وبعتني في الصناعة. هي باهي انت سوري عند لجنة مش موظف لا من في مؤسسة عمومية. واضح واضح واضح. انت سوري عند لجنة سهيل رحلي هكا ولا في مدنين؟ اي التأمين عندي التأمين القياد انا. هي باهي صافا مرقلين معاك جو باهي الامور باهي العريقة باهي كل شيء باهي. خاصة انا الواقع معناها المسؤول عن النيابة نتاعهم انا صديقي ياسر الواقع هي باهي معناها وهو في نفسه معناها خبير من في معناها في التأمين الواقع الله يكثر منه. هي باهي قد عندكم وانتم مع بعضكم انت والقات؟ نعم عندي من 2016 انا كنت قبل مع مؤسسه اخرى من 2016 من 2016 باه يا خويا على خاطرك ساق مثالي جات اسيغونس حابه تفرح بيك وتهدي لك كارت كاربورون اجيليس قيمه 500 دينار. بارك الله فيك. ألف مبروك سامر. كارت كاربورون أجيليس لكارت أجيليس اللي تنجم تستعملها في أكثر من 220 محطة أجيل. مبروك عليك مرة أخرى وكانت هذه جات أسيورانس. باي باي جات أسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير. نواصلوا ما نبعدوش على لا سيكوريتي روتيير ونمشيو مع ألفة وسويت للانفوترافي. صح صح وابدا نهارك مع فايقين سبيسيال رمضان على إيافام أحلى غاديو. نرجعوا على موضوع حليناه قبيلة خلينا نسكروه تو نرجعوا على السنسر هذا فنوع من السنسر على اللسان اللي تنحاو من كينيا ما كانش البارح كيف ما قلنا حاتم بالحاج كان عند هي ديزاين في موزايك اف ام وحكي على لي سيكونس اللي تنحاولوا من غير ما يشاوروا حد مش من غير ما يشاوروا حد علموهم قالوا مش نقصوها قالوا لهم ليه ما تقصوهاش يقصوها كمام معناها فما نوع من التعسف. أهم كلمة قالها حاتم بالحاج البارح في الانترفيو هي كيفاش أنه هو عاش في الصحافة المكتوبة فترة 87-88 وين تحلت الحريات والعبيد اعتقدت أنه دخلت في مرحلة متاع ديمقراطية وحرية التعبير. يا أخي التعليمات والسنسرة هذية والحكايات هذية بدأت تجيب شوية بشوية حتى لين يلقوا رويحهم رجعت حليمة لعادتها القديمة ورجعوا ياخذوا في التعليمات من فوق ورجعنا في الدكتاتورية وانعدمت حرية التعبير. دونك هو سي توتا سونونور زاد انه يقول اليوم انه هاو صار هكا وهكا باش ما يتعاودش باش التاريخ ما يعاودش نفسه باش ما نلقاوش روحنا مرة أخرى. اسمع راهو الدكتاتورية تعدى في البنج معناها بالزريقة إذا خطفت الزريقة الأولى وما قاومش البدن إذا اختفى الفيروس دول وما قاومش البدن سيك البدن الكله باش يتسمم. دونك يفو ريزيستي من الضربة الأولى وما نلقاوش روحنا إن اثنين في الجانب الآخر راهو إذا كان أنت ماشي في بالك كلكو سوا شكون الشخص اللي خذ القرار هذا إذا كان أنت ماشي في بالك اللي أنت تحمي فيه شخصية معينة سياسية معينة في السلطة راك حاجات كيما هكا راك تضرها أكثر من اللي تنفعها لأنه كان تعديت الحكاية تعدى إنا بيرسول لأنه اللي تعدى وكنا فخورين بأنه الوطنية عادت حاجات كيما هكيك يمكن يكون أخطر من الحاجة هذي كان تعديت رأي تعديت إنا بيرسول الحكاية الكلمة
اما شوف البوليميك اللي صارت تو بعد ما عملت السنس نتاعك، معناها انت ضريت الشخص اللي في بالك تحمي فيه. جيت طب جيت طب تعميها اكزاكتو. ثم حاجه اخرى زيد قالها حاتم بالحاج، قال انه اللي ما شافوهش هو اكثر من اللي شافوه، واللي تنحى ما يجي حد شيء قدام اللي ما تنحاش. حاتم بالحاج هو فما تكنيك تتعمل هي كي ساعات انت تحط حاجه كبيره باش تعمل تركز مع الحاجه الكبيره ودغيغ يتعدي المساجات اللي تحب عليها. نضال حاتم بالحاج سيرتو جيلنا نحن والاصغر منا شويه ولحد الان الجيل هذه تربت عليه في شوف لي حل. وحاتم بالحاج مره اخرى بين هو كاتب كبير. علاش بين كاتب كبير؟ لانه تالم في اللي يفهم اللي يخدم فيها، ما استعملها في الشغل فيها اللي هو سانسرو. تألم في اللي يفهم وحكاه في موزايك تاع واحد ذا بروفيسيونيل ويعطيه الصحة بالحاج، معناتها ما تغلش ايه فهم اللي هو يخدم فيها ويخدم معانا، معناتها باش يقول الكلام هذا وهي باهي. النجم يفتح النار كل يوم نقعدوا نحكيوا عليه لكن ما نجيب مثلا لكن مراد لكن تألم ولهنا وقت قال انا الخدمة بدت تخرج لي من خشمي، تخرج لي من خشمي. العواطف والامثال عواطف، لانه مش كان في التلفزة برك، في عديد المؤسسات العمومية هالناس اللي تهز في القفة بالزايد لعبة فيها باش تدبرها، لانه عبد الوهاب عبد الله مش شخص عقلية بالحق. عبد الوهاب عبد الله مش شخص عقلية، عقلية عبد الوهاب عبد الله كل شيء بالتعليمات وبالسانسر وبكذا. انا من المنبر هذا ومعرفتي ب 25 جويلية وبقراءتي للمشروع الرئيس قيس سعيد، ما هو اللي يحكم مستحيل يتدخل لا في صحافة لا في اعلام لا في حرية التعبير لا في سانسر كذا، واللي يعمل الشيء هذا راهو في بلاصتي يقدم. هو الاعلام حكي عليه ما عندوش برشا، قال تكلم على الاعلام اش خا تكلم على الاعلام وقال يقولوا يعملوا هي يقولوا مسش مؤسسة اعلامية ما قدمش قضية في واحد على رايه ما تحسها تي حتى هو العلم 90% قيس سعيد ما قلتش هي عقلية، لانه برشا اعلاميين منزلوا متربين بعقلية عبد الوهاب عبد الله، مشي عبد الوهاب عبد الله مشت والبغل هو ما عنده الكاريتا والبغل هو اللي قصها لحد بالحاج، راهو هذيك يعواطف ما يقصدوش بها قيس سعيد، يقصدوا بها عبد الوهاب عبد الله حطيتها عادي لانه حتى بالحاج يقصد في الاعلام الدولي بتاع الكلام اللي يقول فيه يجيب عرفت ما تحمس مسؤوليه به بربع. انا ذكر حاتم بالحاج عندي خلينا نكسروا شويه نبدلوا شويه الجو، عندي ديكاس صديقي ايمن بالحاج يتمنى لوالدته لنجاة عيد ميلاد سعيد، يقولها ربي فضلك ليا. ديكاس دخل ايمن بالحاج في حاتم بالحاج ديكاس في حد ترونسي بالحاج 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 خم شويه كل عام انا باش نقدم تحيه زين اي قدم على الروح مادام ولاد مش لنا قدم المهدي السريع صديقي من قفصه ود عبد العزيز بالعربي تحيه مهدوش وديما يتبع في اللي يفهم ويحب نضال السعدي برشا يعني مش عيد ميلاده لا هو قال لي بجا ربي اخي انت تخدم معني ذلك تشوفيه يوميا قلت شبرش بيك يا نضال حتى انا شبرش حاتم بالحاج قل لي خالد قل لي بابا شنو عدد ديكاس نعود ديكاس اي شفهم ايمن بالحاج ايمن بالحاج صديقي يتمنى لوالدته نجيت عيد ميلاد سعيد وكهو فهمت؟ مش ليه علاقة أيمن بالحاج بحاجة أيمن اللقب حبيت نعمل ترانزيسيون تش بيكم واضح تش بيكم أوكي بيه شوية آخر باش نمشيو للأخبار وقعدوا متبرنشين معانا باش نرجعوا لكم شوية آخر بالتريندينج باش نرجعوا زيادة نحكيوا على موضوع عمل بوليميك كبيرة بعد أنه مجموعة من المواطنين فاترين تعديوا على المحكمة مع صاحب القهوة باش نرجعوا على الموضوع هذا شوية آخر. هذا كل بعد الأخبار EFM Express. هاتوا 38 دقيقة آخر أخبار كيف ما قلت لكم باش نمشيو الموضوع عمل بوليميك كبيرة هو أنه مجموعة من المواطنين فاترين تعديوا على المحكمة مع صاحب القهوة كنتوا حكيتوا عليها كالنهار. جديد أنه البارح المحكمة الابتدائية في منوبة قررت عدم سماع الدعوة نجي إيقاف الأولاد بتاع دوار هيشر. هو الحرس الوطني بتاع دوار هيشر بحسب تقديراتي طبق القانون في الإيقاف، فما قانون يلزم على ذلك، فما تشريعات بالي يلزم تغييرها في تونس. معناتها الحرس مش من راسه هكاك هزم، يعني فما قانون الشيء هذا هو التجاهر هم في قهوة ولا التجاهر بفعل الفاحشة
فما قانون هك الحرس عمل شيء هذا اليوم. أنا الخبر اللي سعدني اللي توجه المحكمة كي مشيت في عدم سماع الدعوة، توجه المحكمة اليوم هو توجه بتاع استقلالية قضاء حقيقي. نحبوا القضاء هكا معناتها روح الدستور وروح الشعب، لأنه في الدستور فما حرية الضمير والقضية كحكم عدم سماع، كل واحد حر في تصرفاته، لأنه مسألة الدين بين الخالق وبين المخلوق. معناتها ما ينجم حتى واحد يتدخل، الحاكم والدولة وكذا. الدولة دورها توفر الجوامع وتوفر آليات الناس باش تكون متدينين سواء مسلمين أو يهود أو كذا. كان هاني في الغريبة، في الغريبة، في احتفالات الغريبة، الدولة التونسية هي اللي تحمي وهي اللي توفر الاحتفالات بتاع اليهود. معناتها حكم المحكمة في منوبة يعطي الصحة القضية اللي حكم، مشي مع روح الدستور التونسي، حرية الضمير، وهذيك شوف الديمقراطية محلها، بلدنا محلها، الأمن يطبق في دوره والقضاء يطبق في دوره ويعطي الصح. الدستور اللي ألغى الرئيس لا، البند الأول والثاني متمسك به الرئيس في الدستور. أيوة. أما شنو الباب الأول والثاني؟ عمل سيليكسيون. هاي الباب الأول والثاني متمسك به الرئيس. كاب. من الدستور التونسي اللي في حرية الضمير. هما اللي في دوار هيش تشادوا في قهوة، فكروني. في قهوة. فيوش تجاهر دونك، فما تناسق في الحكم وكهوة بالتكسير كرايم. لا، القهوة بابها محلول ومواطنين والمواطنين تشكيوا للأمن. المواطنين تشكيوا للأمن. على خدم خدمته. ولا ما نحبش ندخل في التفاصيل اللي حكي، عرفت هذا تاع شنو هي. هما في قهوه، انت تمشي تفرش فيهم في قهوه وبعد تقول راني شهيوني في الماكله. هي هو دوار حجه، دوار هيش حومه شعبيه مو زاد باش نستعمل في قهوه لداخل شدوهم. من اكبر الاحياء في الجمهوريه التونسيه هي دوار هيش والحي خالد بن الوليد، هي حومه شعبيه. القهوه معناتها مش قهوه باش تلقى، هو قهوه صغار وشعبيه. هما الداخل في قهوه، انت تمشي تقول له، انت تمشي تفرش فيهم. المحلول بتاع القهوه ريحه الدخان خارجه، وعلاش المواطنين تشكيوا؟ الامن مشيت اخذ خدم خدمته، بعد القضاء خدم خدمته. المشكله وين معناتها؟ فما حتى مشكله، فما حتى ما فماش مشكله. لا انا ما عارفش نحكي في موضوع ما تفهم مشكله. ساعات نسمع لا انا خاطر وحدك نجيش في الموضوع. لا انا معناها اللي صار الكل زايد، فهمت شنو حبيت نقول؟ هما في قهوه، فكرت عرفت النكته نتاع واحد دخل سالة متاع سينما يلقى سالة كل فارغة، واحد بركة قاعد جي وراه وقال له بعد راسك. تو هما قاعدين في قهوة واحدة شعبي خالد، ذي مثل مش مثل شعبي ذي. به ترانزيشن مش مثل شعبي، فهم برشا مثل شعبي. نمشي لمثل شعبي، نمشي لمثل شعبي، يلا خلينا نمشي لمثل شعبي وتسويت ستوري متاع خالد. يلا تخيز انتريسون، ما نعرفش كنت تعرفهم انت متاع أحبال الكذب قصير ولا بالطبيعة كنت تعرف انت منين جايين وكيفاش؟ لا نعرف المثل بالطبيعه، المثل كنا نعرفوه وزيد المثل فيك خير تعرف المثل ولا نجيب مونس فيك تعرف انت المثل هذا منين جانا. والمثل هذا حبل الكذب قصير بين بالواقع الملموس كي خرجت حركه النظام. يا الله وين نحاول نبعدوا شويه على السياسه هكا لازم يعترف كيفاش يعاود يدخل. لا ما اسمعني والله سي تري انتريسون خالد، يعطيك الصحه. نعملوا بارتي 2 ان شاء الله. نعملوا بارتي 2 بارتي 3 معناتها كيكتوري حلقه كامله. مو كل مثل يموت في اخر الحلقه الثانيه. خالد جميل. يلا من السوري بتاع خالد نمشيو للبيبليسيتي ومن بعد نرجعوا لكم بترنيز ولا تعرفش كيفاش مادام انيسه جات وقالت صباح خير انيسه خير صباح عليك. خلينا نمشيو في خبير ومن بعد نمشيو للبيبليسيتي. يلا ترندي ترندينغ. نبدأ الترندينج بتصريح لرئيس منظمة إرشاد المستهلك اللي قال إنه أسوام كسوة العيد السنة ارتفعت بين 15-20% بالمقارنة بأسوام عم ناول، وقال إنه أقل كسوة عيد السنة سومها 250 دينار أقل شيء لصغير الواحد. تعليقات التوانسة كانت الناس بعقولها مش مهبلة باش يشريوا بالسوم هذا. تعليق آخر يقول مش صحيح وهذا اسمه تهويل، فما حوايج تتباع بنص المبلغ هذا. فما اللي قال جاي تفرح فينا، شنية مهمة منظمة الدفاع عن المستهلك؟ فما زاد شكون يكتب واللي عنده أربع صغار يلزمه مليون، والمليون يخدم عليه أربع شهور، مسكين الزوالي قدش يقاسي. نوفا بالكومنتير اللي يقول يستغلوا في العيد أسوام خيالية والكاليتي مش حاجة، أحسن حاجة الشعب التونسي يشري دبش العيد لصغاره قبل رمضان. هو ديما كيك تجي في البريود هذه وتغرى الأمور الكل بالحق تشوف
يفوز وما يدخل بلاس دو اللي عنده كيف ما قلنا ثلاثة صغار واربعة صغار واللي يحب يفرحهم الكل واللي ساعات شهريته ما تسمحلوش. وكي تشوف توا الاسوام بالحق ما تديكلاج ما بين لي بوتيك والفريب تقول والله حتى الفريب ولا غالي في تونس راهو في العوام الاخرى في العامين الاخرين انا جرب خيسون كو تو في تونس انا جرب خيسون كو في تونس اما كو الفريب لا يزيد تلقى حاجات بلوز انتريسون اي سي فري اقل مهما باش يكون اقل مهما باش يكون مهما باش يكون اقل من الثمين رغم اني فما ماركيت ما فما ماركيت معينه ما زلت تعطي في توفر في اسوام في المتناول في تونس ساعات راهو مره على مره تلقى قطعه في الفريب اغلى من في بوتيك رسميه معناها والمشكلة ما فهميش الشواء زادة في المشكلة. البوتيك لا ما فهميش الشواء ما فهميش الشواء وحتى على حكاية معناه البو يشري باش العيد قبل رمضان راهو جينيرالمون يخبيو السلع للمامو قبل رمضان خاطر يعرفوا انه في رمضان باش يهبطوها ويغليو في السوق ويستغلوا في رمضان ما فهميش هاني عندي بنتي ودرت لها ما لقيت حتى شيء ناخذه لها في بالكم اللي فما ناس ما تشري قطعه جديده لصغيراتها كان في العيد يقول لك العيد يروح بك اللبسه جديده راهو اللبسه غالي هكا تحضير الحلو كبرنا كيك احنا هذول كنا كبرنا كيك وتحضير الحلو غالي والوضعيه الاقتصاديه الامور متعبه بالحق زاد يلزم المحلات التجاريه بتاع حوايج الصغيره تصير تو تو الكبار مش غلوا الكبار ورخصوا في الصغار ما عندهم بالحق شوف لوتيكا هم عاملين العكس لوتيكا كان هم عاملين العكس لوتيكا كان تسمع فينا اخويا ما فيها بيس كلنا توينسا خل نفرحوا هذا عيد المسلمين عيد الرحمه شهر الرحمه ما فيها بيس اخويا نضامنوا وين نضامنوا رخصوا في دباش الصغيرات كيما في الصيف كان يفرحوا. في الصيف كان تذكروا كي يطيحوا 7% في سوم المال المعدني وقتها اقتراح من الغرفه بتاع المياه المعدني ما فيها بس الغرفه بتاع الملابس الجاهزه ترخص للصغيرات واخويا ترخصوا للصغيرات زيدوا للكبار خلي الناس تفرح لانه بالحق تونس تحبوا عندهم مشكله بتاع فرحه خلي الناس تفرح ما فيها بس حتى في بالنا كمل نظام كلنا خلنا نفرحوا ونخرب حوايج العيد يا رب والله بنحبوا ضحكه ونحبوا فرحه ونحبوا في نحبوا بالحق وصرتوا ذوما صغيرات تو 15-20% معناتها عنده ثلاثه صغار مليون دول الحلو والصغار اوبليكاتوار تعملهم جيبتي في العيد تاخذ صغيراتك لبسه جديده وخي انا ناخذ ودار نسيبي ياخذوا ودارنا ياخذوا انا ولدي مدلل شويه معناتها عندك ولايه برك عندي ولايه برك هذا لك اي سورتو كي باش العيد المهبه والمهبه ديما موجوده هذيك ولا بالضروره يا اخي بها صغيره وانا استاتي مع بنتي كي يجيو هكا ولاد اللي يقربوا نصرف 10 على الدير 10 على الدير 10 على الدير يكبر قلبك شويه نجيب ظلوا مني 10 على الدير 10 10 10 معناتها ليه ما خاطر انا نعرف قداش تخرج هنايا قلت لازم تكبر قلبك شويه تو اخذ نضال السعد صحيح تبي واحد يقول سبعة سبعة انيسة هزنا الاخبار اللي بعده وانت والمجيس فيديو دارت على الفيسبوك توثق لعملية القبض على منحرف من طرف مواطنين بعد ما عمل البركاج المسن وبنته في منطقة عين جلولة في القروان اتوانس علقوا عين جلولة في القروان سامحني تفضل التوينس علقوا قالوا كثرة عمليات البراكاج والسرقة والنطرة وحتى حد ما يتحمل المسؤولية تعليق آخر يقول كان جاي فما برشا منهم المواطنين هذم راهي نقصة البراكاجات اليوم تلقى حد يتبراكا والناس تتفرج وساكتة وفما اللي قال مش ديما يتشدوا هالمنحرفين العقاب لازم يكون قوي باش يكون عبرة لغيرهم نوفا بالكومنتير اللي يقول مسكين الراجل الكبير كان صارت له حاجة من الفجعة شنو باش يربح اللي قام بالعملة حسبي الله ونعم الوكيل باهي يعطي الصحة قبل كل شيء ذي ساعات فما حاجات ما تأقوى منك تشوف حاجة فما صوتي ما يخليك تمشي وتتدخل وذي حاجة تفرح علينا حتى في البرة ما تساعات كي يعمل واحد حاجة كيف ما نهكى يحطوه في ستيو متاع إيغو هما اللي رينيهم ما تساعات يستقبلوهم رئيس يستقبلهم برشا حاجات تخدموا في متحف باردو كرموا كلي منع منع سياحة كرموا أنا الإشكال وين نيذان اللي هو معناتها ينجموا يمنعوا الضحية الرجل الكبير ومنتو يمنعوه لكن فيديو وهما يضربوا في البراكي بالطريقة هذيك وعفسوا له على راسه زاد راهو مش معقول العنف تمارسه الدولة فقط تحمي السيد ما فما ما حبيتش نعدي هالفيديو خطر الوجوه ظاهرة ما قلتش زاد اللي هما عنفوه لا عنفوه ولا ما انت
باش نكونوا واضحين، نمنعوا الجريمه، نحميوا السيد هو وبنته، يعطيهم الصحه، اما ما توليش انت قاضي وتحكم وتطبق. مش مواطن ياخذ حقه، مش مواطن ياخذ حقه، مال الدوله اش تعمل؟ العنف الشرعي عند الدوله كاو، نحميوا السيد في نطاق معقول زاد، مش تولي بونديديزم زاد، ماهوش معقول. تعرف معناها موضوع البركاج، انا المره اللي فاتت قلت السيد قيس سعيد ماذا بينا تزيد معناها تزيد دعم المشروعيه ولا الشعبيه نتاعك بإنجاز ملموس يمس يحسه المواطن، راهو إنجاز ملموس. مش اهتمامك بإصلاح القضاء حاجة مهمة ياسر في تاريخ البلاد كريمو، أما نتائجها وواقعها ما يتحسش ديريكتومون وما يتحسش حتى سور لو كوري مويان تيرم. أعمل حاجة الآن وهنا اليوم. البركاجات موضوع أمن قومي، أكثر موضوع من أكثر المواضيع اللي مأرقة أمخاخ التوانسة العالم متفاهمين، أما العالم لقى حلول في الديبا ما بين ماكرون ولوبين. صحيح هذاك شكون تقول في الديبا ما بين ماكرون ولوبين يحكيوا على البركاجات. أنا اليوم سيد رئيس قيس سعيد كيما تخرج وتحكي على القضاء وتحكي على الفساد السياسي وتحكي على الأموال المنهوبة و حسس شوية المواطنين. رأي نصيحة بكل حب من مواطن ما تسمع الشباب سيد رئيس، حسس المواطن اللي انت مهتم بالحاجات بالشباب ميسو عمري 32 سنه مش كيف اي اصغر مني خالد في بالي اكبر دونك وحدك خالد ولا في بالي اكبر انا نجمنا نكملوا الرساله لقيس سعيد بعد تو نحكيوا فيه بعد نحكيوا في حكيت انا حسس المواطن اللي لا اله الا الله محمد رسول الله. حسس المواطن السيد رئيس قيس سعيد انك مهتم بالحاجات اللي تمس وتول. معناها اليوم سيد رئيس قيس سعيد كان يحل 43 حوار والله ما نكمل حوار على موضوع البركاجات راهو يدعم الشعبيه نتاعو. اليوم كان يجي قيس سعيد كيما صار في رواندا يقول باش نعملوا حمله نتاع حمله نتاع نظافه، مش معقول اللي تعملوا فيه وبدون ما قاعدين تشوشوا على السيد رئيس وتبقوا في نظريه المؤامره وما تحبوش الشعب يحكي مع مواطنيه. فما فولي اخر ممكن ما حكيناش عليه اللي قلق سيكيوتو حاجه رينها قاعده تعمل دو بلوس اون بلوس. المواطنين اللي شدوه وضربوه ولا اللي هو يهبطوا له الفيديوهات نتاعو على الانترنت، ونعرفوا اللي حاجه انفوها تاع الانترنت ما عادش ترجع، وما فهميش علاش باش انت تحط له تصور نتاعو على الانترنت وتخرجوا انت كريمينال قدام العباد. معناتها ماليزي معناتها باش تشد تزيد تهبطوا انت على الانترنت وواحد هذايا حاجه ما لازمش نشوفوها برشا. المهم وقيتها باش نمشيو للبيبليسيتي وقدام تبرشين معنا هنا راجعين بالترندينغ تو سويت. رمضان على اي اف ام احلى راديو. 58 دقيقة مازال معكم دريجين مواصلين في الترندينج. يلا نسي نختموا الترندينج بحثة أخرى تتمثل في تعامل تلميذ عمره 14 سنة. نهار الأربعاء اللي فات المحاولة قتل تلميذة تقرأ في الثامنة أساسي في الكار اللي تنقل تلامذة كوليج الرحمة لمنطقة داموس لحاجة التابعة المعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل بعد الاعتداء عليها بشفرة حادة على مستوى الوجه والرقبة. وحسب شهود عيان فإنه التلميذة موجودة حاليا في العناية المركزة، وإنه سبب الاعتداء يرجع رفضها إنها تكون صديقته رغم تهديده لها. وقالوا أنه التلميذ المعتدي عاني من اضطراب نفسي وأنه قام بطعن زميل لي في فترة سابقة. التوينسة علقوا قالوا شنو هالجيل هذا، كل مرة نسمع مصيبة بجاه ربي يا قضاة كثرتوا لها من حقوق الإنسان، ما تقوليش صغير ولا كبير، الردع ثم الردع، اللي غلطي خلص. تعليق آخر يقول ما دام منحين عقوبة الإعدام مازال يصير أكثر من هكا. فما اللي قال في وقتنا كان تلميذي خاف من المعلم ويعمل له حساب في كل شيء حتى في علاقته بزملائه، وفي الوقت هذا المعلم يخاف حتى من التلميذ ربي قدر الخير. نوفا بالكومنتير اللي يقول ما شفنا العقاب والردع كان في المسلسلات والأفلام، وفي الواقع مسايبين المجرمة ترتع في البلاد. لولي نخليكم انتم تعلقوا خالد. والله معناها يصب في نفس الموضوع. الدولة لازمها تهتم بالشؤون الصغير اللي في مخخ سياسيين صغيرة، ما هي شؤون الأكثر أهمية واللي عندها الأولوية في مخاخ العبيد، النقل العمومي، التعليم، القدرة الشرائية، الأمن، الإحساس بالأمن. راهو التوانسة ولاو في بلادهم يخافوا باش يخرجوا في الليل، ويخافوا باش يركبوا في المترو، ويخافوا باش يركبوا في الكار، ويخاف باش يحط ولده في المدرسة العمومية وغيره وغيره وغيره. أسمع راهو ما يظهر لي حاجات كيما هكا، منحب بوليسي في كل ترا ولا بوليسي في كنا فيه احنا الموضوع ما اللي فات، بوليسي في المترويت اللي فيهم انا توتر اكبر حساسيه اكبر،
يظهر لي تنجم تكون سياسة الدولة تمنع تمنع من برشا جرائم. ما نعرفش اشوف وصلنا الانباس حاجه مش معقوله. صحيح مش ملاحظتك صحيح في كارت لامده ممكن ماهوش معقول. ما كل مره باش نقعدوا نسمعوا زيد هكا في عنف كيف ما انا هكا زيد مش حل لازم ايما كلام ذا ذوما الجيل هذا فاهم. ما نحبش انا لغه الجيل هذا ايش بيطلع هكا على خاطر الحالات هذيا تصير في كل الاجيال وفي كل السنوات. في امريكا الجمعه فاتت بالكرتوش بالسلاحة وماتوا عباد ديما في امريكا. انا في رايي نضال وسيرتو في المناطق بتاع الوطن القبلي اني انا من غادي ومن ريف الوطن القبلي. الوليدات ياخذوا 6:30 يفيقوا الستة يخرجوا 6:30 الكار يروحوا لدارهم 6:30 بتاع العشية يخرجوا 6:30 بتاع الصباح من دارهم يعودوا يرجعوا في الكار هذه كبيدها 6:30 بتاع العشية معناتها 12 ساعة البرة و12 ساعة ويل البرة نظار تحت الحيط كانوا شقرة تحت الحيط بتاع الليسي وبتاع الكوليج. بما يعني ينجم يكون هالطفل هذا مخطأ مش ينجم يكون مخطأ واللي عمله عيب وما يصيرش ومش معقول. لكن لهنا هل ترى كمجتمع نحن كمجتمع قمنا بدورنا التربية ناشئة المدرسة ما زلت مدرسة عمومية تكون في التعليم وتربي لأنه هي وزارة التربية والتكوين ما زلت وزارة التربية ما زلت وزارة بتاع التربية حقيقية للأجيال القادمة معناتها الشاب هذا وفرت له أنت دور شباب أنت هو مضطرب نفسي قبل انت كوزاره الطفوله والمراه هزيت له لانه ابوه ما عندوش مسك يمشي يهز للطبيب نفسي يعدي عليه. انت كوزاره قمت بدورك باش بعد تحاسبه كان جات مع الطفله ذي كان ينجم يعمل حوايج اخرى. مو نحن كمجتمع نتحملوا مسؤوليتنا نقول نحن يا دوله تونسيه رينا مقصرين في تربيه النشأة هذه راهو هذاك ضحيه انا نعتبره راهو نجم نكون انا نجم نكون ولدي غدوة اخر راهو ضحيه في مجتمع لانه امتى انا نولي نطلب بالعدم كما فهم برشا كومنتات وباقصى العقوبه كان جوا ما جاري فاكسيني تي هو الطفل هو بطبيعته ضحيه هو يدري عليها هو ما يعرفش عقوبه اللي عمله ما يعرفش المخاطر بتاع اللي عمله كثير الشيء اللي عمله ما يعرفش قداش خطير الشيء اللي عمله. لكن المجتمع ايضا المجتمع مقصر مجتمع مقصر اذا كان انت تو ما بين داموس مقصر الوالدين مقصرين سر الوالدين يعلم ربي بحالهم في ظل ظروف الحياه الوالدين ربي يعلم ربي يعلم بحالهم والمناطق هذيك ما تجبدني برشا مرات كل ما صارت حاجه متى في المكتب في المشكله بين مسؤوليه شكون المناطق هذيك من مازال خبر اخر انيسه لاليك المناطق هذيك نضال من رحمه لداموس الحاج اغلبيه سكانها هما فلاحه معناتها يمشي الصباح يجري على الخبزه يروح حقا بالليل يشري على الخبزه زاد يلزم لهنا توفير اكل وليد ذاك كان يجي يروح نصف النهار وعايش عيشه سويه وياكل نصف النهار بالباهي ما يقعدش تحت الحيط نهار كامل في وسط بجنب المؤسسه التعليميه راهو قض راهو ما كانش التصرف بتاعه تصرف هكا. ومن المنبر هذا يلزم ننظروا للشباب التونسي ولا الجيل التونسي اللي جاي راهو كرول يا نضال حنوت قمار في كل الحومة في كل تركينة راهو شبابنا زادا ما عادش حب يخدم ولت عندنا ثقافة أخرى كالربح السريع والكلها تحب تولي معلمية وصيرتو السوشيال ميديا الفيسبوك ولت الناس كل تعطي في رايها. أنا بابا يحب يولي كرغب علامة بالفيسبوك والله ما هو معقول ما عندها ماهوش معقول والآخر يحب يولي كلها كي مريم الدبيغ وكي كذا فما حوايج مش معقول يا ولد الناس يلزمها تكون قنوعة فهمني وصيرتو في شهر الرحمة تعرف كل واحد قنوع وكل واحد ربي شعطاه يناضل من أجل ويخدم من أجل تطوير حياته أما مش كلها تميري في بعضها وكلها تفتي في كل شيء وبرجولية السوشيال ميديا في تونس ضر برشا الأمور والناس ولت تتبع في بعضها في حكاية فيها موضوع كبير ياسر هذاك هذاك شو يقول لك موضوع هذاك يتحمل فيه الاعلام زاد مسؤوليه كبيره مشكل الاعلام في العالم الكل تعرف شنو فما مشكله اللي هي واضحه وكلي يقول اللي بسيكولوجي الكل قالوها والسبيسياليست الكل قالوها انه هي لي ريزو سوسيو تنحي لك من البونور. علاش؟ على خاطرك انت باش تقعد تتفرج فك العباد شنو عايشه
باش تولي انت ما عادش العيشه الكاذبه ليه بخليه باش تشوف في حاجات اللي انت ما تنجمش فورسيمون تعيشهم توصلهم بالعيشه اللي انت عايشها تولي انت ما تكفيكش العيشه اللي عايشها والحكايه هذيك اوفيغ ميزور بسيسه بسيسه تخليك عايش في ديبرسيون وماكش فايق بروحك اللي انت عايش في ديبرسيون يولي يظهر لك البونور مش الشيء اللي قدامك خاطر انت ما تحب ولا تكره راهو البونور مش البونور هو الشيء اللي قدامك هذاك يلزمك انت تكون واعي اللي هذاك هو البونور واللي انت يلزمك تتعامل معاه وتكون دون زون بونور بالشيء اللي عندك مشكله فيش اتخفر لي ريزو سوسيو كي تشوف هي نديدتها عايشه درشنية وهاي في سكي وهاي في درشنو وهاي درشنو تولي تقول هذيك هي العيشه وين اللي عندي حكايه فارغه دونك تقعد تقهر ما تتفله ولا ديما نقول تفله على خاطر ديما نخمم فكر بنات صغيرات اللي يعملوا اللي هما باش يخلطوا في الزون تاع السيزون اللي هما باش يخلطوا 18 عام 19 عام يولي لوبجيكتيف نتاعهم يكونوا كيف ما كيم كارداشيان وكل الدنيا هذيك الكل خاطر هكاك هي تو ماشي اكزاكتومون مالوغوزمون ما تجيل ماشي توا يشوفوا الكلهم يعملوا دو تصاور دو دو ودرا شنيا حسيلو المهم خالد مانيش ما نعرفش نحكي على الموضوع نتاع انيس الموضوع نتاعك انت خاطر الزوز الزوز مهمين انا قاعد انت قاعد تحكي وانا قاعد نفكر في اسم كاتب قريت له كتاب يحكي على هو كيفاش كان عايش في ديبرسيون يا اخي كان عايش في عيشه متواضعه ودرا شنو يا اخي قال لي برا تو باش ننطلق للحياه شنو مالي سهريات ويعملهم الكل وغير 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 يا اخي قال اكتشفت انه اون فان كونت يقول عنده جمله مهمه يقول بحر الملذات لا قعر له معناها حتى الوقت ايش عبد الشيخ دونك رجع الفكره استنتج فكره والفكره اللي لقاها موجوده في الاديان السماويه السعادة هي الرضا. الرضا. واحد غني برش. مش معنى غني برش. معنى نجم يكون واحد عنده 100 مليار موش غني واحد عنده أقل يكون غني واحد راضي واحد موش راضي. فهمت؟ احنا في تونس علاش كل الإعلام يتحمل مسؤولية في حكاية الجيلاسيون الجديدة اللي كلها ولا تحب على الربح السريع. خلينا نقولها على بلاط الاولاد يحبوا على الربح السريع بالقمار والبنات يحبوا على الشهره بالانستغرام هذه جينيراسيون اللي قاعدين نربيو فيها نقولوا شنو يتحمل مسؤوليته كيفاش يتحمل مسؤوليته الاعلام لانه الاعلام وصل عباد لا يستحقون مكانتهم في التلفزه التونسيه باللي عملوه دونك يقول لك انا متفرج انت عندي لا 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 بيان سور لا بيان سور انا طفله صغيره لحظه انا طفله صغيره من الاخر انا طفله صغيره نغزر الوحده رمضان الغالب خلينا نكمل الجمله نغزر الوحده تعري على انستغرام يا اخي ردوها ستار في التلفزه نقول لك حطينا نعري في انستغرام تو يردوني ستار في التلفزه هذا الجيل اللي قاعدين نربيو فيه الموضوع هذا نهار 30 ان شاء الله نقول لكم بون ويكاند ان شاء الله جمعه مباركه للجميع مره اخرى نخليكم تو مع الميتي والاخبار الاندي باي باي.